سمعوا الصوت الباقي من بدايه خلق الكون وخدوا عليه الاثنين جائزه نوبل. يبقى كم؟ اربعه جائزه نوبل. نعم. كم؟ اربعه. احنا مجانا بلا ثمن نعطيها لهم بايه واحده في كتاب الله. كان المسلم يقف الان وبثقه ويقول يوم نطوي السماء كطي السجل. تشرح لي الصوره دي. هذه الصوره دكتور. شوف حضرتك البدايه هنا طي دكتور. نعم هنا طي السماء. هنا طي. شوف حضرتك البدايه الاعلى. أيوة. النقطه العلويه عند السهم البيضاء اللي في البدايه اللي في الوسط. نعم. اعلى وسط. نعم. يبدا توجه الى اليسار. تمام. أيوة. بدا الكون يتكون. ده نعم. الانفجار العظيم اللي هي نقطه البدايه. نعم. هم قالوا ان له بدايه. نعم. تمام. البدايه هي النقطه الصغيره دكتور اللي فوق الوسط. نعم الوسط فوق الصغيره. نعم. ثم امشي يسار. نعم. بدا يتطور المجرات حتى تكونت مجرات امامك. صحيح. شفت المجرات الملفوفه دي؟ نعم. نعم. اللفائف هذه. نعم. هي مجرات حتى وصل للوسط امام اللي هي المجرات في اوجها اللي هو الان. ايوه الان ما نعيشه الان هذا العصر. طبعا شوف هذه مجرات في المقابل على طول. نعم. بمعنى دكتور ان المجره الواحده تولد اكثر من مجره. نعم. لا الكون كله له طبيعه انه بيولد مجرات. نعم. تمام. وهذه المجره الواحده شفت اللي عامله زي الدائره الجوهره الدائره دي. نعم. هو الكون حاليا لو جبت اللفه في الناحيه الاخرى. نعم. هتلاقيه عاد الى البدايه اللي قبل لو سمحتوا شباب. نعم. ارجع السؤال. أيوة. شوف اللفه بقيه الدائره. بقيه الدائره راجع الى البدايه. بالضبط. بينكمش كتب عليه بالانجليزي contracted. طيب دكتور لاحظ في. نعم. بعد الدائرة الجوهرة في المنتصف. نعم. أيوة. الصورة بعدها بتنكمش. لا ولا نجد أي جرم ولا نجد أي. نعم. شيء. بيزوب فقط ألوان. نعم. فقط ألوان. بينضغط في بعضه تماما. آه. فإن شاء الله سبحانه وتعالى انشقت السماء فهي يومئذ واهية. لأن متشددة لا بتمد. نعم. يومئذ واهية يعني إيه؟ ليس لها قوام. نعم. وإذا السماء فرجت انشقت انشطرت والآن أما الآن فتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. شوف القرآن لما تلاقي جمع المسألة بس اللي يجمعها ويتدبر في كتاب الله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن معناها على شد عظيم. صحيح. لكن يوم القيامة يومئذ وهي معناها شد. هنا عملها رسم بياني. آه. على هيئة رسم الانطلاق من ناحية اليسار. نعم. نقطة البداية ثم تعود الساقطة إلى أسفل هذه يقول النهاية سينزل إلى النقطة تحت البداية مرة أخرى. عند الرقم 10. عند الرقم أي تحت. شوف هذه. أيوة. شوف الناحية اليمين. نعم. ستجد الدائرة السفلى الأسهم مندفعة إلى الداخل. صحيح. لاحظ إلى الداخل. ما هذه؟ يعني الأسهم فوق الأسهم اللي خارج. صحيح. لاحظ الأسهم. نعم. فوق الأسهم إلى الخارج صح؟ صحيح. ملاحظينها؟ نعم. واضح. تمام. وتحت الأسهم هي للداخل. طيب ما هي طي السماء كطي السجل. هذا مصور الكون. الكون يتمدد الآن ثم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا. العودة السهم إلى المنتصف. الطيب هو بيقول لك أهي نفسها. شوف حضرتك فوق. نعم. الأسهم إلى الخارج. نعم. شوف أقصى اليسار تحت الأسهم إلى الداخل. إلى الداخل ولا الخارج؟ نعم. شوفها. نعم أشوف. إلى الداخل. نعم. إلى الداخل الأسهم صحيح؟ نعم صحيح. إذا معناها طي العودة للبداية كما بدأنا. شوف يعني هذه. إذا هي طي دكتور ثم تمدد ثم طي مرة. مش طي هي نقطة بداية. بداية. ثم تمدد ثم يطوى كما بدأ الخلق. شوف هذه. شوف البداية كأنها شوف الصورة العليا. الكرة الحمراء في البداية هي الكرة الحمراء في النهاية. نفس الحجم والشكل. إذا كما بدأنا باقي يقول إيه وعدا علينا أن كنا فاعلين. نفس الخطوات. نفس الخطوات راجع لها تاني. نعم. وتكون أيضا دكتور. نعم. بشكل متساوي كما. نعم. بدأت حتى تنتهي. هو مفترض كده. أنت الله سبحانه وتعالى أداك إيه عموم اللي حيحصل. أما التفاصيل هو بيفترض. أنا ما أوافقه على كل ما يقول لكن كافي أنه يكفيني. أنا يكفيني اللي هو بيقوله هذا لأنه مطابق لقول القرآن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وفي قراءة كطي السجل للكتاب. في قراءة متواترة أيضا. نعم. نعم. الكتاب. تمام. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. نعم دكتور توفيق معناها بناء على الكلام اللي تفضلت فيه. نعم. أنه في أراضين أخرى يعني غير الأرض اللي إحنا نعيش عليها. هو طبعا بالنسبة للكلام هذا إذا كانت الأمور بهذا الشكل في الفلك والكون الغريب اللي تتعجبه إيش ترامي العلوم بهذه الكسرة في القرآن الكريم الذي جاء على نبي أمي. هذا جاء في زمن مظلم تماما. صحيح. كيف يتكلم بهذه التفاصيل اللي هابل خد فيها نوبل واينشتاين خد نوبل والأخطر أنه إيه أنه أن هابل خد نوبل وغير ذلك أنه هو جاء بها بصيغة لا تفتن غير هابل. نعم. تقرأها المرأة البدوية ولا يحصل لها مشكلة. صحيح. والطفل يحفظ ولا يحصل له مشكلة. هذه معجزة أخرى في الصياغة. كل هذه الاستنتاجات كانت كالبحر الطامي تحت هذه الآيات. من كان يعلمها قبل أن تكتشف الكون؟ صحيح. لا كافر ولا مؤمن ما أحد يعرف شيء. صحيح. لكن هذا كان مخبوء إلى هذا اليوم. الأراضي الأخرى أنت شفت حضرتك السورة السابقة هذه. نعم. نعم. عبارة عن إيه أذر إيرث بدأ الإنسان كأنك المعجزة أيضا في القرآن الكريم إيه شوف أذر إيرث الأرض الأخرى الأراضي الأخرى بدأ الإنسان يتطلع إلى أراضي أخرى. طيب الله سبحانه وتعالى عند الأراضي يقول لك إيه هو الله سبحانه وتعالى يقول
والله خلق كل، يقول الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، تمام. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب الآن ومن الأرض مثلهن، طبعا جميع المفسرين بيؤول النص بما يحتمله اللغة صحيح. والنص النص حمل وجوه صحيح. والأرض مثلهن طبعا اتفقوا على أن هناك أراضٍ كثير تحت الأرض القائمة، تحت الأرض القائمة، لكن ما الذي يمنع أن تكون أرض مثلهن؟ وهذا يبحث الآن، هل أنتظر حتى يجد الأرض ثم أقول له وجدتها في القرآن؟ هو يسبقك الآن صحيح. أنا سابق الآن، هل كتب علي التخلف أنتظر حتى يجدها هو وأقول لا؟ ده ليس كذلك الأمر. شوف هذا كتاب ما آخر. ما هذه الصورة دكتور؟ صورة كتاب آخر يبحث لكاتب معروف شغلته يسموه هانتر، بلانت هانتر، صياد الكواكب، يعني يريد أن يصطاد الكواكب اللي في المجرة ويبحث عنها وعمل في كتاب. أما هم عمليون، قوم عمليون، بدأ يعمل صاروخ خصيصا، هذا الصاروخ الذي أمامك هذا صاروخ خصيصا خارج حتى يكتشف الكواكب الأخرى. شوف هذا الخيال العلمي دائما، هذا إيتي، فيلم اسمه إيتي مشهور جدا، نعرف طبق العام إيتي، أن كائنات جاءت من الفضاء وفعلت كذا وكذا. عادة تلاحظ أن الخيال العلمي هذا يبدأ يمس أمور صحيح علمية وتحدث. يعني الاستنساخ هذا في كتاب بويز وبرازيل، أولاد من البرازيل، قبل الاستنساخ ب50 سنة عملوا. شوف هذا كائنات الفضاء يتخيلونها، يتخيلونها هو الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول أو خلقا مما يكبر في صدوركم. ما هو إيه؟ ما هو هذا المعنى؟ المعنى قالوا الموت، بعضهم قال الموت وبعضهم قال أي خلق يكبر في صدرك، اللي هي هذه التخيلات. يعني كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا أو حتى ما كنتش حجارة وحديد أو خيال علمي كالذي تقوله على وجه من الوجوه. لكن بعض المفسرين قالوا أنه الخلق اللي يكبر في صدر الناس ويخافون منه هو الموت، لكن خلقا أو حتى حجارة أو حديدا هذا كمان أيضا ليس في القرآن الكريم في ذلك مبالغة، لأن الإنسان ممكن يكون حجارة، حجارة فعلا متحجرة سبحان تحت الله. الأرض مش في حجارة، أو حديدا أو خلق مما يكبر في صدركم. الخيال العلمي هذا في حدثتين، أو أن هذا خيال إلى حد ما، لكن هناك حدثتان غريبتان حدثتا لهما علاقة بالواقع. في حادثة حصلت سنة 1947 ميلادي من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب العالمية الثانية. هذه الحادثة وقع اسمها في نيو مكسيكو، حتة اسمها روزويل. روزويل دي حصلت مشكلة فعليا ونشرت في الصحافة بسقوط طبق طائر وتكسره وإصابات بليغة ووجود مخلوقات، والصحافة تكلمت ومسكوا الأشياء وحقق فيها، وفجأة خرجت القوات الجوية الأمريكية فأصدرت بيان حازم بمنع أي أخبار حول هذا الموضوع. كما نشاهد هي هذه الأشياء كما نشاهد. ما هذا الشيء دكتور؟ هذا الطبق الطائر، يقولون الطبق لما يتقدم، شوف هنا روزويل، The day after روزويل، روزويل روزويل اللي هو ماذا بعد يوم روزويل. دي كتابات صحيحة. شوف هذا الطبق، هذا الطبق دكتور كما التقط يعني كما التقط وبعدين سقط فتحطم. شوف هنا The Roswell Report، تقرير روزويل، تقرير الحكومة عن روزويل، إذا معناها حادثة فيها تقارير. لكن أمريكا أرادت أن تدخل، شوف الصحافة تكتب إيه ذا ديلي، شوف الصحافة فلان وصور له، شوف الصحافة دي قد مسك طبق طائر، كاتبين تم القبض على طبق طائر فعلي، ولكن فجأة صدر قرار ليه هذا هو الطبق الذي وجد فيه إصابة بليغة طبعا وتدمير في جزء منه. وهذا هذه التحقيقات اللي بتتم، شايف تحقيقات وأشياء بقايا منه، وهذه شرطة، يعني هذه كلها نشرت في الصحافة صحيح. ثم فجأة عثم على كل شيء، لأن لو شوف هذه قطعة منه مكتوب عليها كتابات معينة، وهذه أشياء وجدت محروقة، شوف المخلوقات هذه اللي نشرت في الصحافة عينها. أنا لا أصدق طبعا ولا أكذب، لكن أقول هذه أحداث وقعت، شايف قالوا أنهم طولهم من متر إلى متر وربع، شايف وزرق، وليست لهم أهداب وليست لهم أذان خارجية، وطولهم من متر إلى متر وربع، ألوانهم زرقاء، يعني كل هذا نعم. تم الكلام فيه نعم. ما شأن القرآن بالنسبة لهذه القضية دكتور نعم. نستأذنك.